عبد الله الحبيل أين كان مختفياً طول هالفترة هذه، طول هالسنوات؟ والله أشوف أقول لك شيء، أنا ما كنت مختفي، وأنا ما أعتقد أن يعني أنا من الناس على فكرة اللي أموت بمجالي وأحبه ومقتنع فيه، وأحس أنه من خلال مجالي أقدر أقول أشياء يمكن ما حد يقدر يقولها، يعني يمكن حتى المذيع ما يقدر يقولها، يمكن حتى الصحفي ما يقدر يقولها، لسبب، لأنه حتى خطيب المسجد ما يقدر يقولها، عارف، لأن هذيل أدواتهم المباشرة، يعني ما عنده قدرة إنه يقول شيء غير مباشر، ترميز يعني ما يرمز، إنه يعني 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 أنا ممكن أقول أنتقد أي شيء، وكنت أقولها بمسرحياتي بالبمبرة وبنشر، أشياء يمكن كانت تبدو أعتقد صعبة، يعني مثل إني أنا أتكلم عن الكويت إنها راح تبنشر بعد 5 أشهر، ما حد يقدر يقول، بس أنا كنت أقولها قبل الغزو، قبل الغزو بـ5 أشهر بالضبط، شهر 2، وبنشر يعني تقصد فيها الدولة، لأن الكويت راح تبنشر، راح تبنشر، وهذا واضح، هذا واضح من خلال الكويتيين موجودين توابيت على علم الكويت، وإن الكويتيين خلاص انتهوا. يوم ما حد كان انتبه بأبو محمد البقاع، لا ما حد انتبه من ذاك الوقت، لا ما سألوك ايش معناها، لا بلى، بس كانوا عارف ان انت لما تقدم العمل بصيغه ضحك، اي شر البليه ما يضحك، او مثلا الكوميديا السوداء، الناس تضحك وتنسى الالام، فهمت قصدي؟ يعني تنسى انت ايش قاعد تقول، او لما كنت اتكلم عن ان الحكومه تقدم مساعدات حق افريقيا 1,000,000,000 ذاك الوقت، ذاك الوقت كانوا يجون يقولوا لي من صدقك انت سنة 90 شنو من صدقك ان عد افريقيا كلها افريقيا 100,000,000 وايد عليها، قلت لهم راح يوم راح الحكومه تقدم 1,000,000,000، بس الاطار اللي فيه ضحك الناس يتقبلونه، ففهمت قصدي؟ لكن لما يكون هذه 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 الادوات ما يملكها خطيب المسجد، ولا يملكها المذيع، ولا يملك الكاتب احيانا انه يستخدم اسلوب المواربه شوي، عرف شلون؟ علاوه اني انا كاتب اساسا استمتع، يعني شلون اترك المجال؟ الكتابه اقدر اخلي الملك صبي عندي، صحيح، واقدر اخلي الصبي ملك، واخلي المظلوم ياخذ حقه، واخلي الظالم ينسجن، وتقتل الشرير واقتل الشرير عن خير الشرير، عرفت شلون؟ ورزد الانسان النظيف، هذه ادوات الكتاب. على فكره انا صحيح اني ممثل واخرج، بس انا متعتي كانت بالكتابه اكثر منهم اثنينهم، لاني اقدر اسوي كل شيء حقي كممثل عشان اقوله. صحيح، تكتب لغيرك، فشلون اترك المجال؟ انا ما تركته محمد، يعني صار لك، انا تركته غصبا علي، تركته لاني انا امام احتمالين، يا ادش الزباله تكرم واصير حالي حال اللي يقدمون اي شيء للناس ويضحكون على الناس، يا اما احترم نفسي واقعد بعيد. يا حبيبي انت ايش قاعد تقول؟ لا لهجتنا صح، قاعد يطلعون بناتنا، استغفرك يا رب، كان بناتنا رايحين فيها، عيالنا كنا مع عيالنا كله، يطلع بدون قيم، يطلع لك اسره كامله منتهيه منزوعه القيم، احنا يطلع لك الكويتين كله فلل ورفاهيه، وما ما في كويتين فقاره، ما في كويتين مساكين ينطر المعاش من نص الشهر، وين هم هذيلا؟ ما عتبنا عليك انت ابو محمد، حنا نسالك نقول لك وين الرؤية الصادقة؟ يعني لعن الظلام سهل، أنا أقدر أقعد وألعن الظلام. عبد الله الحبيل كاتب، حاول، مخرج، حاول، منتج، ممثل، إيه، بس يبي لك ممثلين وياك، إيه، يبي لك محطة بث. المحطة على فكرة أقول لك شيء، أنا آخر عمل طبعا قدمته هو قاهر الظلم عن حياة المتنبي، لأن حياة المتنبي وايد تناسبنا، وايد تناسب ظروفنا اللي نعيشها هالايام. من ناحية سلبية ولا إيجابية؟ لأنه كان يعني لا، طموح، من ناحية إنه شلون نتجاوز المراحل هذه اللي احنا نمر فيها. فهمت قصدي؟ إن هذه المرحلة وايد قريبة من اللي مر فيها المتنبي. اللي طق على الراس. إنسان ناجح ومتميز وطق فيه. الكل يحقد عليه، وطبعاً أنا أتكلم اللي يطقونه المسؤولين الكبار. إي مو اللي عرف شلون ويغارون منه. ابو فراس الحمداني وغيره، من فراس الحمداني تدري كان مقرب حق سيف الدوله الحاكم، فهمت قصدي؟ واشتغلوا عليه. القضيه ما فيها
ان هذا الـ هذا الـ هذا المسلسل لما سويته وسويته على فكره انظلمت، ابخس الاسعار اعطوني والله ما تسوي فيه حتى رسوم متحركه، ارق يعني سعر افتشل اقوله. لما قلت حق اول وزير يا ناداني وقال لي ابي منك عمل باي شكل، وما استحي ان اقول اسمه، انس الرشيد الله يذكره بالخير. هذا نقطة ضوء في 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 وسط. قال لي شلون بهالمبلغ سويت المسلسل؟ قلت له إيه. قال لي وإن شاء الله حادك. قلت له أنا بطلع عمل على المتنبي والتلفزيون ما يبيني. قبلت. يقولوا لي شيء أقول إن شاء الله. يقولوا هالكثر نعطيك أقول إن شاء الله. يضيعون الحلقة أجيب غيرها. قال لي لا، أنا أعطيك أضعاف هالمبلغ وعوضك وأبي منك مسلسل الحين تسوي لي. قلت له حاضر. عن المجتمع الحالي ولا تاريخي ايضا؟ لا 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 لا، قال لي الهروب دائما في التاريخ. لا لا محلي وكتبته مسلسل اسمه هذا ليس زمن محبوب. هو اولا المقصود محبوب بطل العمل انه هذا النظيف الطيب الكويت اللي يحب ديرته طق فيه. فهمت قصدي؟ وان هذا الزمن سيء ما يمشي مع محبوب. كتبت هذا العمل، وعمل على فكرة من كثر روعته وأنا أعتبره من أفضل الأعمال اللي كتبتها بحياتي. إيه بعد خبرة. إلى درجة إن في إذا في وما في مانع أقول اسمه، الدكتور خالد الصالح اللي مال بعيد الشر عنكم مال السرطان وكذا، تسمع عنه؟ نعم. عرف شلون؟ إيه؟ هو يكتب قصص. قال لي أترجاك عطني فكرته. قال هذه فكرة مو طبيعية. هذا العمل الرائع كتبته ويت حق انس الرشيد، قلت له علشان خاطرك انا كتبت هالعمل مع علمي انه ما راح يخلونك تنفذه. قال ها؟ انا الوزير. قلت له ما راح يخلونك. منو اللي تحت؟ لجنه الرقابه؟ مو رقابه، الوكله. تكلم ابو محمد تو قاعد يتكلم عن حبيبي. حبيبي روح 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 من اعلى سلطه وانت نازل. هذا المعششين بالوزارة قاعدين ومحميين. أيوة، ولا أحد يقدر يشيلهم. فأنت شو تسوي؟ قال لي أنا وزير أنا أشخط. قلت له أوكي. يوم يقولوا له الحلقة الثالثة ضايعة، يوم يقولوا له الحلقة العاشرة ضايعة، يوم يقولوا له لازم نقرأ وناخذ راحتنا. نظام البيض والحجر. إيه الوزير عايز بالأخير. الوزير مشى. يا الوزير اللي عقبه عبد الله المحيلبي الله يذكره بالخير. ايه لا تخللها اعتقد عقب سعد بن طفله. لا سعد بن طفله قبل السنعوسي واحمد الفهد واحد منهم. المهم ان انا اذكر اللي كانوا واقفين وياه ويبون مني عمل باي شكل. عبد الله المحيلبي عايز مسكي. ما قدر. تعرف شنو؟ اخر شيء قلت له جبت اللجنه كلها عنده. المسؤولين قصدي. قلت له هذيلا شفتهم المسؤولين يروحون القاهرة بثلاثة أيام يشترون أعمال مو مكتملة ولا متصورة. وبأسعار باهظة. وبثلاثة أيام يجون يقعدون هناك ويجون. وأنا عملي صار لهم ثلاثة أشهر يقرونه.